عم عليها صيف. وداع الحنظلة أقل ما تقدمه العائلة الفنية في كربلاء لوداع الشهيد الوزني، فهي تجسد دور التضحيات والتعبير الفني تجاه ما يمر على البلد من أزمات ضحيتها أصوات عراقية أصيلة. اليوم جئنا كمسرحيين في محافظة كربلاء المقدسة وسط الحدائق والمتنزهات لكي نقول إن المسرح هو القائد، المسرح موجود من خلال حضورنا إن شاء الله سيكون فاعلا كي نوصل رسالة الوعي والثقافة. إننا كمسرحيين نتحمل المسؤولية الآن أن نقول لجمهورنا أننا مستمرون بتقديم كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد. دعوات وزعت لحضور هذا العرض المسرحي الذي أخرجه عباس شهاب وشارك بتمثيله الفنانة وداد هاشم، التي أوصلت رسالة واضحة من خلال أدائها الذي أبهر عائلة الشهيدين فاهم وإيهاب ومن يرافقهم من المتظاهرين السلميين وسط كربلاء. حضرت هذا المشهد المسرحي الكربلائي، وخاصة نحن في هذه الأيام لا بد من أن نودع الحنظل، هذا الحنظل المر الذي قاسى وعانى منه الشعب العراقي العظيم. فنحن اليوم نجسد مسرحية ونوصل رسالة كبيرة إلى كل من يريد أن يأخذ بأبنائنا الذين تربوا على المحبة لهذا الوطن العزيز. نوصل رسالة سلمية بأنه الكثير الذين راحوا ضحية التظاهرات، ومنهم الشهيد إيهاب الوزني رحمه الله، فتحية كبيرة لهؤلاء الشهداء المضحين لأجل الوطن ومحبتهم لهذا الوطن. جماهير محافظة كربلاء اليوم تحضر في هذا الحفل التعبيني، وعبارة عن مسرحية يقوم بها الفنان عباس شهاب في محافظة كربلاء، وهي تجسد المسيرة النضالية للأستاذ البطل إيهاب جواد الوزني، وتجسد في الحقيقة ثورة تشرين، لأن الشهيد إيهاب أصبح رمزا للوطنية ورمزا للعطاء. في الحقيقة الأخ الشهيد إيهاب الوزني هو غادر الوطن وهو يدعي إلى عودة الوطن إلى أصحاب الشرعيين. حنظل كان وداع شهداء العراق يتجرعه كل من لديه حب الوطن والدفاع عنه تحت أي ظرف. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.